أنا دوري بيقتصر على مساعدة وتأمين عائلات الضباط المشقين. أنا عم أقول إذا بيشيلوا النقاب بمشي الحال، اقنعهم بهالشي وأنا عند كلمتي. أنت قتلت حدا؟ قتلت نسوان؟ يمكن. وقتلت أولاد كمان؟ ليش وقفت السيارة؟ طريق هذا مسيطر على الجيش، النقاب تبعكم بده يسبب لنا مشاكل. السبب بالنسبة لهم كان النقاب، وبالسجن اغتصبوها وعذبوها. جميل جميل ليك جميل، حطي صوتك هلا بسمعنا. نامي لا تخافي، نامي. فتح عيونك ولك حيوان. منين جاي؟ جاي من ادلب بس ولدان بالشام. تربان لتركيا مو؟ ايه. لحديد مو بعيد من هون. تجي معنا مسافه 2 كيلو بكمل الطريق لحالكم. يا كلب يا حقير، وين اختفاطك؟ ماما